طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له من يشاء
وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.